انطلقت بطولة أندية العراق للمتقدمين والمتقدمات بالمسدس والبندقية الهوائية فئة 10 متر التي نظمت في على ميدان المركز الجبلة. وهذه البطولة تم المشاركة بها 44 ناديا من مختلف محافظات العراق لغرض من إعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية المقبلة إن شاء الله، وبدعم وتمويل من اللجنة الأولمبية، دعم كبير قاعد قدم اللجنة الأولمبية للاتحاد العراقي، حيث حصلنا من اللجنة على أموال لغرض شراء أسلحة، وتم شراء أسلحة، وإن شاء الله القادم أفضل من اللجنة الأولمبية، أوعدونا بشراء أسلحة. وهذه البطولة الغرض يعني قمناها يعني لغرض لاعبين يتمرنون أكثر للاستحقاقات اللي راح العام القادم. عندنا مشاركة إن شاء الله نهاية شهر 11 هي بطولة آسيا بالكويت للترابسكيت. أنا بصفتي كرئيس لجنة حكام ومعي زملائي مجموعة من الحكام أدرنا هذه البطولة بشكل جيد. المهم إحنا الاتحاد دائما يقيم هذه البطولات لجعل الحركة والنشاط في الاتحاد مستمر. والله هي مطالباتنا بالنسبة كاتحاد إلى اللجنة الأولمبية، أهم شيء أول شيء عندنا التجهيزات اللي تشمل الأسلحة، لأن أسلحة عندنا أكثرها قديمة بين البندقية الهوائية والمسدس الهوائي 10 متر، وعندنا الأهداف الإلكترونية هم صار لها قديمة، يعني حبذا لو يصير تعويضها بأهداف إلكترونية حديثة، وهذا مما يؤدي إلى تحقيق أرقام جيدة طبعا إذا كانت الأهداف حديثة. لدينا مشاركات دولية، وآخر دورة شاركنا فيها في بطولة العربية اللي أقامتها الاتحاد العربي في دولة تونس، وحققنا نتائج جيدة طبعا. احنا جينا من السليمانية وشاركنا بالبطولة بالنادي كلدان ونادي سليمانية. الحمد لله يعني البطولة يروح يعني بطولة كل سنة ومشاركات هم زينة، واحنا جينا ان شاء الله يكون البطولة بطولة مال العراق للأندية. احنا شاركنا بالبندقية والمسدس الهوائي متقدمين. اي انا كنت دخلت مشاركات دوليه، بس هسه لا يعني بس بطوله العراق انفتح هاي السنه شاركنا بهذا. تحيه طيبه لقناه الموصليه العزيزه. بصراحه اليوم كانت بطوله انديه العراق للمتقدمين للبندقيه، والبارحه اختتمت عمل يعني سباق المسدس الهوائي 10 متر، واليوم كان سباق ال 10 متر بندقيه. وكانت الفرق المشاركة يعني تقريبا ما يقارب إلى 30 إلى 35 فريق. بصراحة يعني اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة هي معنية بتطوير الفعاليات الفردية، يعني يجب أن تضع في أولويات اهتمامها دعم للفرق والفعاليات الفردية، لأن الفعاليات الفردية دائما هي صاحبة الإنجاز في المحاور يعني في السباقات الإقليمية والدولية. نعم أكو مشاركات دائما تصير في دول مثل يعني مثلا دول أوروبا ودول آسيا دائما، ودائما يعني البطولات العربية اللي حصلت آخر شيء في كثير من الدول في المغرب في الأردن في قطر. نعم حصلنا يعني الجوائز الأولى، تعرف أنت الجوائز تكون دائما فردية وفرقية، ودائما عندنا البطولة العربية اللي دائما تحدث في دول الخليج ونحن السباقين فيها ومن الأوائل. جرت اليوم بطولة الرماية في فعالية البندقية الهوائية 10 متر، كانت منافسة قوية جدا بين الفرق والأندية المشاركة. الدعم المادي من ناحية التجهيزات الرياضية تتوفر مثل الأسلحة والتجهيزات الملابس، وكذلك ميادين الرماية يعني مفروض يعني توسع انتشارها بأكثر من يعني منطقة، وكذلك الدعم الإعلامي تسليط الضوء على هذه اللعبة وانتشارها يعني بالمجتمع العراقي.